أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات رواد الأعمال. اليوم في رواد الأعمال يعني نشعل الدموع ونحتفل ونبتهج، ويعني حتشوفوا كمان شوي الألعاب النارية ابتهاجا بوجود ضيف عزيز علينا جميعا وهو الدكتور جمال الشمري. أهلا وسهلا فيكم. اليوم الدكتور جمال الشريف حيساعدنا بشيء جزء هو مش في تخصصه، ولكنه يعني احنا بنثق دائما في المعلومات اللي بيجمعها الدكتور جمال، وانه حيكون حوار. والحقيقه لما انا بحب اني اتحاور مع حد وهيك وانا مرتاح ومطمئن، يعني بطلب من الدكتور جمال انه يكون هذا الشخص اللي انا احاور. فاليوم حوارنا حيكون في موضوع حقيقة الدكتور جمال الشريف من يوم الأربعاء اللي فات في برنامج حديث الساعة بدأ البرنامج بخبر شوي استفزني، لأنه يمس البرنامج اللي أقدمه أنا، برنامج رواد الأعمال. هذا الخبر كان عن المطابخ المنزلية، المطابخ التجارية، يعني الأعمال التجارية المنزلية التي تقوم على الطبخ. والقصة راح نسمعها كمان بعد شوي من الدكتور جمال يحكي لنا إياها، لكن هذا الخبر استفزني لأنه الموضوع أصبح بحاجة إلى وضع النقاط على الحروف. كثير من الناس بيعملوا في الأعمال المنزلية، بيعملوا في الطبخ المنزلي، وبيعملوا بشكل تجاري بزنس، وما بنعرف الأعمال تبعهم هذه شو حدودها، شو سقفها، هل هي مسموحة ولا ممنوعة، هاي الأعمال ممكن تكون مرخصة وهل يسمح بمزاولتها. كثير من الأسئلة اللي تنتابنا، في حين أنه كثير من الناس بيفكروا فيها، بل كثير من الناس بيمارسوها، بل أنه كثير من الناس بيروجوا إليها. فحتى لا يعني لا أخفيكم إني أحكي لكم إني أنا طلبت من بعض الناس اللي بيعملوا في المطابخ المنزلية، بالرغم إنهم قالوا لي إنهم يعني عندهم تراخيص، لكن كانوا متهيبين من الخروج والإفصاح خوفا من إنه يكون في بعض الملابسات اللي هم مش مدركينها في القانون فتصيبهم بأذى. والأمر هذا مهم جدا، ولذلك طلبت من اللي فجر فينا هذه القضية واللي استفزني في لقائه أنه يتحمل معي جزء من المسؤولية ونبحث معا في موضوع الأعمال المنزلية وتحديدا بزنس الطبخ المنزلي في كندا. أهلا وسهلا دكتور جمال. أول شيء حياكم الله وشكرا لكم، وشكرا لك على هالتقديم. أنا أول شيء بدي أعمل ديسكليمر بس للتوضيح، أنا لم أمر بهذه المرحلة وما عندي، أنا أصلا بعرفش أطبخ، لكن من الريسيرش اللي عملته بدي أحاول أعطيكم المعلومات اللي عملتها وتوصلت لها، فإن كان في خطأ فهو مني، وإن كان وكان في صواب فهو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. دكتور جمال، خلينا نبدا اول شيء في القضيه اللي انت فجرتها، خلينا نحكي عن القصه اللي حضرتك حكيت فيها، وخلينا نوضح للجمهور ان المساله مش لعب، المساله فيها جد. وخلينا نبداها من وقت ما تم الحديث من اصحاب المطاعم مع السيتيز انه في عندنا مشكله، فابداينا من هون وندخل على القصه بعد. تفضل. طبعا قبل 3 أسابيع كان في خبر بجرايد أوتوا عن هذا الموضوع بشكل عام، انه اصحاب المطاعم، طبعا كل البيزنسز تاثروا في خلال فتره الكوفيد، ولكن اصحاب المطاعم كان التاثير عليهم قد يكون الاشق والاكبر خلال فتره الكوفيد. فاصحاب المطاعم عملوا شكوى لدى المدينه، لانه هذا طبعا حنحكي بعد شوي انه هذا جزء من عمل المدينه وليس المقاطعه والفدرال، عملوا شكوى لدى المدن ومنها مدينه اوتوا
انه في ناس بدأوا بزنس بيشتغلوا بعمل اكل منزلي وبوصلوا سواء ديليفري او الناس بتيجي بتعمل بيك اب ويعني بترزقوا منه، وهذا شيء ليس بالسيء لانه بالعكس الحكومة عم بتشجع انك تسوي هوم بزنسز، بس للأسف معظم هاي البزنسز ما عندها تراخيص. فالسيتي طلعت بالجريدة يومتها قالت انه ستضرب بيد من حديد على هذا الموضوع، واي مخالف للقوانين لن يتم التساهل معه. وانا قرأت هذا الخبر ولكن اتوقع انه مر مرور الكرام لانه في ناس كتير يمكن ما انتبهوا له. بشكل عام هذا الباك جراوند تبع الموضوع. اللي صار قبل حوالي اسبوع السبت الماضي بالضبط، يعني تواصلت معي سيدة عربية مع احد الاصدقاء معطيها التلفون وقال لها الدكتور جمال بيعرف كثير بالقوانين وبحب يساعد، بارك الله فيه وبارك الله فيها على الامانة والصدق اللي حملوني اياه. وحكت لي قصتها. طبعا لما حكت لي قصتها انا يعني شعرت اني انا حاكي بالموضوع يمكن 10 دقائق خلال هذيك الحلقة، ولكن ذهبت سدى لانه هاي السيدة للأسف وقعت في هذه المصيدة. اللي صار اللي بتحب احكي لك اللي صار معها؟ نعم نعم يا ريت نبدأ في هذا الموضوع، لانه هذا الموضوع اللي استفزني وحقيقة موضوع مهم جدا نتوقف عنده، مش مسألة مزح وفيها واقع الآن، مش نعم. مجرد كلام، قصص وحكايات. واللي بنحكيه انه هذا هدفنا في كنار تي في، انه نوصل التوعية للمستمعين والمشاهدين بحيث انه ما يوقعوا في الاخطاء والعثرات القانونية خاصة. نعم. عدم العلم في القانون لا يعني انه لا يطبق علي القانون. نعم. والجهل في القانون او انا ما بعرف هذه حجة واهية، يعني ليس لها اي بيان في الموضوع القانوني. اللي صار انه هاي السيدة تعمل طبخ عربي، بديش أحكي من أي مدينة من أي دولة، تطبخ طبخ عربي وعندها فيسبوك بيج وعندها واتساب جروب بتعمل بتبعت للناس وهاي. فتواصلوا عن طريق الواتس على الفيسبوك بيج تبعها ناس قالوا لها إحنا بنحب الأكل العربي وبدنا نعمل بيج أوردر ليوم كذا كذا كذا. فقالت لهم شو اللي بدكم اياه؟ قالوا لها شو في عندك وشو الاسعار؟ قالت لهم عندي كذا وعندي كذا، عندي الف وباء وتاء، اعطتهم صور وهذه الريفيو. قالوا لها في عندك ريفيو من اولد كاستمرز؟ قالت لهم يس، وقعدت تبعت لهم صور من الواتساب للناس اللي بعت لهم وشغلات زي هيك. اللي صار انه طبعا اجوا على الوقت اللي مفروض فيه بيك اب، قالوا لها احنا بنيجي على البيت بناخذ الاكل حضري وزبطي وكل شيء تمام. اجوا على الوقت المحدد طبعا هم 2 officers فيميل وميل حكت لي، ومعهم بوليس اوفيسر، اوكي معهم سياره شرطه. نعم. فدقوا الباب، فتحت الباب ومجهزه هي الاطباق الاكل، فقالوا لها احنا دايركت من سيتي باي لو اللي هم مطبقين القانون من المدينة، بالعربي باي لو اعتقد هيك القانون او اللوائح، يعني مطبقين اللوائح من السيتي، واحنا بدنا اللايسنس تبعي. طبعا هي تعثلمت في الكلام مش عارفه شو تسوي. طبعا الموضوع صعب. قالوا لها مختصر انت عندك رخصة من البلدية بعمل هذا البزنس ولا لا؟ قالت لهم لا. قالوا لها عندك تسجيل كشركة بالحكومة سواء بأنتاريو او فيدرالية للشركة؟ قالت لهم لا. قالوا لها قديش لك بتشتغلي؟ قالت لهم مليش غير 3 أشهر هيك. طبعا قالوا لها اوكي، بس القانون بحكي انك لازم تكوني حاصلة على تصريح، وللأسف أنت مش حاصلة على تصريح، ممكن ندخل نشوف المطبخ. دخلوا على المطبخ، طبعا المشكلة كمان أنه المطبخ كان تعرف بعد طبخ حجم كبير كمية كبيرة كان مكركب. في مكركب وفي طناجر وهاي، فقالوا له هذا كله خطأ وأعطوها مخالفة. المخالفة بلغت $50,000.
يا لطيف. يا الماكسيموم أعطوها وهذا okay. الماكسيموم. حاولت معهم قالوا لها إحنا الآن ما في عنا أي هذا، إذا أنت عندك أي اعتراض أو أنت عندك مزاولة أو تصريح أو أي شيء بتروحي على المحكمة بتعترضي والقاضي بتطلع في الموضوع وبنظر في الموضوع، وهذا طبعا الموضوع تابع للمحكمة. فطبعا اتصلت فيها هي، أنا قلت لها موضوع صار بده محامي، بدك تستشير، الموضوع قانوني أصبح، عليك مخالفة والمبلغ كبير يعني مش صغير، فبستحق أنك تحطي محامي وينظر في الموضوع، قد يخففوا لك المبلغ قد يلغوه، هذا شيء راجع للقاضي لأنه في قضاء وفي قانون في كندا الموضوع. قالت لي إيش أسوي؟ قلت لها مفروض يعني احنا حكينا والجرائد حكت. قلت لي والله ما بعرف. قلت لها رجعنا لنفس النقطة اللي دائما متحجج فيها بالضبط. انا ما بعرف القوانين بالضبط. وهي هيفا بتحكي لك انه هذا غير موضوع الضريبة، يعني ممكن يدفعوها ضريبة كمان، يقدروا لها الفترة اللي فاتت ويدفعوها عليها ضريبة في شغل. طيب هذه القصة مستفزة جدا، والقصة يعني هي يعني جرس إنذار يقرع رؤوس الجميع من اللي بيعملوا في البيوت. طيب الآن دكتور جمال أنت بتعرف وأنا بعرف والكل اللي بيعرف إنه عدد الناس اللي بيشتغلوا من البيوت عدد كبير جدا، واللي بيطبخوا من البيوت عددهم كبير جدا، واللي بيبيعوا طبيخهم من البيوت عددهم كبير جدا. في مرة أنت حكيت لي عن قصة شخص كان يشتغل من بيته، وكان يعني صيته ذائع بين الجميع، وكان عمله مميز، ولدرجة أنه كان ماخذ مساحة أمام البيت ويشتغل فيها، فكان العمل في عليه يعني شوي استفهامات أنه طب ليه هذا بيشتغل من البيت. طبعا هو انتقل وتطور البزنس تبعه حتى في الأخير فتح مطعم كبير وأيضا مطعمه كان مميز. لكن هذا الشغل في البيت هل معناه أنه في طرق لممارسة العمل في البيوت بشكل آمن وبطريقة مسموح بها في كندا؟ نعم نعم. يعني خليني بس أعمل توضيح بسيط قبل ما نحكي في الموضوع هذا. الأشخاص اللي بيشتغلوا في المنزل بالعكس زي ما حكينا في البداية أن الحكومة بتشجع الآن على عمل أشياء من المنزل، ويمكن قبل الكوفيد الحكومة لم تكن تضرب بيد من حديد على هذا الموضوع، لأنه البزنسز ماشي تبعون ما في كومبلينز، يعني الموضوع متراخين فيه. لكن بعد ما أصحاب المطاعم أثاروا هذا جدل في بعض المدن وتأثروا طبعا، هم يعني هم بيدفعوا رواتب وبيدفعوا رنت وبيدفعوا مبالغ كبيرة للكهرباء والمي والتاكسز و و و واحد قاعد من بيته بيدفعش إشي، بيجي هالأوردر بيعمله بيدفع، بيجيهوش هالأوردر عادي حط رجل على رجل. فهذا طبعا أثر على البزنس وأدى فيهم إلى الضغط على الحكومة إنهم يعملوا زي ما حكينا كبسات على أصحاب هدول البزنس. هلا في ناس عندهم اللي عنده اللايسنس، هلا حنحكي عن طريقة اللايسنس، ما عنده مشكلة، ما في خوف عليه لأنه مرخص ومعاه تصريح ومعاه كل إشي. نعم. طيب خلينا نبدأ، ما هي متطلبات أول شيء انه اعمل في المنزل عمل تجاري، مطبخ تجاري وابيع من خلال المنزل، هل هذا مسموح ولا ممنوع ولا مسموح بشروط؟ لا مسموح بشروط، لها قوانين تضعها البابليك هيلث تبع البلدية اللي انت عايش فيها. بما معناه انا المرجع تبعي في هذا الموضوع البابليك هيلث للسيتي اللي انت موجود فيها، للمنطقه المدينه اللي انت موجود فيها، صحيح هذا هو المرجع. ممتاز. اذا انت في ميسيساغا بتدخل بابليك هيلث ميسيساغا وبتدور على الهوم فود بزنس بعطوك كل المعلومات، اذا انت في اوتوا بابليك هيلث اوتوا بعطوك كل المعلومات.
جميل جدا. ونرجع بنحكي المعلومات في كندا كلها موجودة على المواقع، ما في داعي تسأل فلان شو سوى ويعطيك نص الحقيقة وينسى النص لأنه كان عامل هذا اللايسنس قبل 25 سنة ولا صح. تغيرت القوانين يعني أرجوكم ارجعوا للمرجع بكل سهولة موجودة، بس اعمل سيرش صغير بتلاقيها يعني، وعجين جوجل ترانسليت إذا مش فاهم كلمة أو مش فاهم شغل. جميل، إذا عرفنا المرجع، الآن عرفنا أنه هذا الموضوع مسموح ولكن بشروط. خلينا نستعرض الشروط وبعدين ندخل فيها إيش منها السهل وإيش منها الصعب، خلينا نذكرها. هلا قبل ما تدخل لازم يعملوا inspection visits، بتروح على public health تبع المدينة وبتقول لهم أنا بدي أسوي home food business، أوكي؟ بيسووا inspection visits، هذا inspection visits بيجوا بفحصوا المكان اللي أنت فيه. أول شغلة بتطلعوا عليها الاوتدور، عندك باركينج ولا لا؟ للكاستومر اللي بدي يجي عندك يعمل بيك اب أو بدي يعمل ديليفري عن طريق اوبر او واتيفر، بتطلعوا اول اشي المكان، هل هو مكان امن انه يسوي باركينج ولا في نص هاي واي ولا في نص امبورتنت، فهمتني كيف؟ الشغله الثانيه اللي بتطلعوا عليها المنيو تبعتك، اوكي؟ ليش بتطلعوا على المنيو؟ لازم تكون انت محضر المنيو تبعك. ليش بتطلعوا على المنيو؟ بتطلعوا قديش بيحتاج معدات. مثال انت عندك كتير شغلات فيها لحم، بدك ثلاجات، بشوفوا قديش نسبة الثلاجات الموجودة عندك، عندك فريزر ما عندك فريزر، إلا نسبة يعني أنا مش مختص أجين في الموضوع، ولكن الموضوع very simple. بتطلعوا عندهم أرقام، بتطلعوا على الغاز اللي عندك، هل هو غاز industrial ولا غاز منزلي، هل في safety lockup لأنك أنت بدك تطبخ عليه كتير فهو مش للمنزل، فلازم يكون فيه له سيفتي، الفاكوم اللي بيسحب البخار هذا، بلس طبعا بلس تبعون ال ايش بسموهم الغاز شو اسمه السي او المونوكسيد والفاير ديتكتورز هذول اوكي اللي هي السنسرز تبعت الحريق وال يس واطفاء الحريق، ولازم يكون عندك طفايتين حريق في المنزل في المطبخ يكونوا موجودين، وفي إذا أنت بتسوي في مكان تاني الفود بريبريشن برضو بيعملوا فحص عليه. فهاي هاي هاي طيب. أول فيزيت هاي إنيشال فيزيت. خلينا على النقطة هاي الآن علشان الناس ما تتحذر، هل ممكن يروحوا ويطلبوا يعني جايدنس، يطلبوا توجيه، يطلبوا حد من السيتي يعمل انسبكشن سلفا ويشوف ايش المتطلبات وبناء عليه يحكي لهم هذا هي المتطلبات ويبداوا ويجهزوا فيها، ولا هم بيجهزوا وبعدين بيجيبوا الانسبكتر علشان يفحص اذا تجهيزهم صح ولا غلط؟ هم بيجهزوا هاي الشغلات، بيجي الانسبكترز فور فري فور فيرست تايم، بقول لهم انت ناقصك 1 2 3 4 5 اوكي Okay. Next time إذا أنا إجيت وكانوا موجودين we don't charge you، إذا مش موجودين بنعطيك الليست بالنواقص we charge you $300. Again كل مدينة بتختلف بس they charge you the second time. الcharge هذا بكون عشان الفيزيت تبعت الانسبكتر إذا لم تطبق حلول. جميل جميل طيب ممتاز. إذا أنا في ناس تواصلت معهم حكولي انه لازم انك تستخدم commercial kitchen، لا ما بتقدر تستخدم your own home kitchen، تقدر تستخدمه بس لازم زي ما حكيت في يكون شغلات safety محطوطة على الغاز، الغاز اعتقد ما بيقبلوا بالغاز الكهرباء، لازم يكون غاز بروبين اللي هو على الغاز لانه السيفتي تبعته، ولازم أجين مظبوط اللي بحكيه إذا أنت مستأجر في مكان هذا أعتقد إنه إله أدر بروسيجرز، بس إذا أنت مالك البيت بيختلف الموضوع. أوكي طيب إذا هذه التحضيرات تبع الكيتشن، أوكي
ميسور بتعدل لنا في النقاط اللي هي جهاز الانذار، جهاز الانذار للحريق. نعم يس. هذه التجهيزات تبع المطبخ، وحكيت لنا عن تجهيزات الباركينج عشان اذا بده يجي حد زبائن وهكذا يكون في لهم مكان. هل في تجهيزات ثانيه كمان لازم تكون موجوده؟ هاي التجهيزات لا، هاي الشغلات المطبخ السيفتي والبيلدينجز اللي موجود فيها، هاي الشغلات اللي بتطلع عليها في الفيرست انسبكشن، هذا قبل ما تاخذ اللايسنس طبعا لسه اوكي تمام. الان ايش في عندنا خطوات ثانيه كمان لازم ياخذها؟ الخطوه الثانيه اذا انت خلصت كل هاي الشغلات بتروح بتسوي شغله اسمها فود هاندلنج سيرتيفيكيت او كورس. اوكي اوكي اوكي. الفود هاندلنج يعني كيف انت بتقدر تتعامل مع الاطعمه، بما معناه انك ما تخلط اللحم مثلا مع الدجاج مع السمك، ما تخلط الخضار مع اللحوم، المكان اللي بتقطع فيه اللحوم مش نفس المكان اللي بتقطع فيه خضار. هاي الشغلات بعلموك اياها في الكورس. الكورس سهل جدا، يعطى في كانت السيتي تعطي، الان يعطى في الجونكن كوليدج هنا في مدينه اوتوا مثلا. يعني في اي كوليدج موجود في المدن، كوليدج فنيه طبعا معظمها يس فنيه، غالبا بيكون موجود فيها هذا الكورس. السيتي بتعطيك لينك للمكان. وللعلم الكورس رخيص جدا، الكورس انا طلعت سعره من الجونكن 69 دولار و90 سنت، يعني 70 دولار زائد 56 دولار و10 سنت ريجستريشن فيز، والامتحان بتقدم له 16 دولار و85 سنت، يعني حتى بالسنتات حاسبينهم 16 دولار و85 سنت كل مره بتقدم فيه الامتحان، يعني كله على بعضه بيطلع له 150 دولار بس. ما يدوب يس 150 دولار يعني يا بلاش، يعني انا وياك ممكن نروح نعمل الكورس حتى لو بنشتغل. يس يس. هذه كورسات قصيره بتكون مدتها اسبوع تقريبا، بتسوي الكورس وبتخلصه. جميل جدا. طيب طبعا في ناس سالوا اسئله احنا جاوبناها اثناء نقاشنا. الان خلصنا الكورس اوكي، ممنوع ازاول المهنه الا لما يكون الكورس معي صح؟ هلا الانسبكشن، الانسبكشن الكورس، والشغلة الثالثة لازم تعمل هيلث تيست. اوكي. هيلث تيست بتروح على الدكتور تبعك بيعمل لك هيلث تيست، بما معناه انه في امراض معينة ممنوع انت تصير كوميرشال بزنس الا لما تكون فري اوف ات. بما مثال الهيباتايتس او التهاب الكبد الوبائي، ممنوع هذا الشخص لانه بنقل الفيروس لغيره. ف انت كواحد بيشتغل وكل اللي بيشتغلوا عندك في البيت اللي بيشتغل مثلا اذا بنتك بدها تشتغل معك لازم تعمله، طبعا انت وامانتك في هذا الموضوع مين بده يشتغل في الموضوع، لازم يعملوا هذا الفحص الطبي اللي هو فحص بسيط بيعمله عند الدكتور، بتطلع نتيجته بعطوك النتيجه، وهي الثلاث شغلات الاساسيه للتسجيل. انا صراحه كنت بدي اتوقف عند هذه النقطه، يعني كيف بده يترك الموضوع على الأمانة؟ ما هي راحوا عملوا كبسة على الست وغرموها، يعني ترك الموضوع هيك إنه أي حدا في البيت ممكن يشتغل، ممكن يجيبوا أي حدا يشتغل ومعه فحص طبي أو معهوش. قانونيا مش لازم، يعني قانونيا اللي بيشتغل بالأكل لازم يكون معه هذا الفحص الطبي والفود هاندلينج كورس التنين. أوكي. بس انت بتعرف عندنا مثلا في خاصه في الهوم بزنس، حتى في الفاميلي بزنس تلاقيه مثلا مشغل ابنه يقطع خضره، بنته بتقطع الخس، هدول ما اتوقع لا عندهم الفود هاندلنج كورس ولا عندهم هيلث سيرتيفيكيت. ان شاء الله طبعا ما في عندهم اي امراض، لكن اجين القانون لو دخل عليك انسبكتور بطلب هدول الشغلتين من هدول العمال. كمان بتحكي ريما عن نقطة اللي هو لو كان موجود حيوان في المنزل، حيوان أليف، هل هذا ممكن يكون له كمان اعتبار معين؟ صراحة ما بعرف، لكن أتوقع إنه المكان لازم يكون معزول. هلا هم الحيوانات ما عندهم أي مشاكل فيها، يعني
ما بعرف صراحة إذا في قوانين تمنع وجود حيوان في المنزل، لكن again طبعا الهيلث والصحة مهمة جدا. طيب الآن خلصنا هاي الخطوات، أخذنا السيرتيفيكت، تعلمنا وأخذنا الكورس، أخذنا السيرتيفيكت وعملنا الفحص الطبي، الآن هل بنكون خلص إحنا جاهزين لنباشر العمل من داخل المنزل بالمطبخ ولا لسه في عنا إشي تاني؟ هلا بعد الثلاث خطوات هاي بتروح بتعمل ريجستريشن للبزنس تبعك بالسيتي، مبلغ 200 وإشي دولار. أنا شفت واحد بقول لك المكلفة جدا الرخصة، لا مش مكلفة، 200 وإشي دولار، 220 دولار أعتقد سنويا تجدد وانتهى الموضوع، صار عندك الرخصة وبناء عليها بتحطها في البيت وبتورجيها لأي واحد بطلبها. وللعلم أي واحد بيشتري من المنزل من هوم بيزنس فود من حقه أنه يطلب الفود هاندلينج كورس، شهادة الصحة وشهادة الترخيص السيتي. طيب ممتاز. وبعد ما يعمل ريجستريشن للبيزنس تبعه، طبعا ريجستريشن البيزنس هذا أمر مهم جدا في لأي واحد بده يعمل بيزنس، لازم يكون عامل ريجستريشن، لأنه حيصير في متابعة للضريبة ويكون متابعة لتفاصيل مختلفة في الليابيليتي والمسؤوليات. طيب هل في تأمين معين لازم يكون عامله؟ أنا بس قبل ما ننتقل للتأمين، في البزنس طبعا هذا بصير لأنه كان ناس حكينه على موضوع التاكس، بناء على الريجستريشن تبع البزنس هذا بصير عليك طبعا دخل ضريبي أو بسموه التسجيل الضريبي السنوي اللي بتدفعه كل شهر، وقد تستطيع أنك تسحب بعض الإكسبنسيف من المنزل. يعني في ناس بيستغلوها كمان بهذا الشيء، وهذا حقك، يعني هذا قانون. نعم. كهرباء، مية، انترنت، تلفونك، الغاز، في لها قسمة بحاسب لك إياها. نعم. فبتخفف عنك أعباء الشغل لأنه هذا بيزنس، أنت عم تشتغل لبيزنس. يس. وبتحوله للبيزنس. أنا بدي أذكر هون إنه إحنا حيكون هذه الحلقات من مجموعة حلقات، سلسلة حلقات حنحكي فيها عن الهوم بيزنس. حبينا نبدأ بأكثر يعني بيزنس استفزنا وأكثر بيزنس منتشر فعليا في الجاليات كلها مش بس العربية، موجود البزنس الطبخ. خليني أكون أكثر تحديدا، الجاليات والمجتمعات اللي قادمة من بجوز دول آسيوية مشهور عليها، مشهور عندها موضوع المطبخ والنكهات والأكلات الخاصة فيهم، العادات الطعام الخاصة فيهم، فبيحبوا دائما يكون في عندهم مطابخ خاصة، وبيستسهلوا أحيانا كثيرة أن يكون في عندهم مطبخ منزلي ويبيعوا من خلاله. لكن إحنا حنبدأ بهذا العنوان، لكن حننتقل إلى مجموعة من الأعمال المنزلية والأعمال من داخل المنزل خلال الحلقات القادمة أيضا. هو بس أضيف، أكثر ناس حتى بالجريدة كانوا كاتبينها very clear، Middle Eastern اللي هم الشرقيين اللي هو إحنا، الانديان والبنغال، والثالث كانوا الساوث ايجيان اللي هم تشاينيز والفلبينوز والهاي. طبعا هدول اكثر ناس عندهم، وصراحه يعني لازم ننتبه لهذا الموضوع، مش معناه انه اقليه انه احنا تروح علينا وندفع 50,000 غرامه يعني. نعم صحيح. في ناس بيسالوا، هلا بتسال هل بيعتبر تحت السمول بزنس؟ يعني حسب تعريف السمول بزنس المفروض يكون تحت السمول بزنس. طبعا في سؤال انت سالته على موضوع الانشورنس. يس. كنت حاجيله الان، انه الان يفترض انه طبيعه العمل وطبيعه الناس العاملين في المكان وطبيعه المكان بيحتم احيانا انشورنس لازم يكون عامله، التامين لازم يكون معمول. فهل هناك تامين لازم يعمله اللي بيشتغل مطبخ من البيت؟ الان في تو كاينز اوف انشورنس، نوعين من الانشورنس هون، في انشورنس البيت اللي انت شغال فيه الهوم بزنس، وفي انشورنس الشغل. خلينا نحكي عن الانشورنس تبع المنزل.
لو شركة الانشورنس تبعتك ما عرفت او هي ما حتعرف اصلا انك انت مسوي بيزنس من المنزل، حيضل انشورنسك كأنه انت بس شغال اكل وشرب عادي لك وللاهلك. بس لو لا سمح الله صار حريق وبتعرفوا شركات الانشورنس بدها تدقر على شغلة وانت مش حاكي لهم انك انت شغال بيزنس من المنزل وخاصة بيزنس زي هذا، راح عليك البيت كله. يعني انا متأكد انه شركة الانشورنس لن تعوضك. فانت بتعمل انشورنس عشان تكون بالسيف سايد، فلازم تحكي لشركة الانشورنس انه انا بادي سمول بيزنس من المنزل. بيسألوك دائما شو هو البيزنس، بقول لك اذا اوفيس بيزنس يعني مش هالمشكلة الكبيرة، يعني اوفيس مش هتسوي اشي. بس اذا في فاير ونار وانتو عارفين وناس بتدخل، يعني مثال جاك واحد كاستمر وتزحلق قدام البيت، اوكي، انكسر ايده انكسرت رجله، عمل لك قضية، اوكي، عمل لك قضية، انت مش راشش ملح. من حق شركة الانشورنس تسألك شو سبب الفيزيت. فاذا قال لهم والله انا جاي اشتري اكل، بقولوا احنا ما لنا خص، هذا مأمن على انه منزل، انت مش صديقه او اشي، انت وياه الدب. وهذه القضايا تقريبا تبدا بمليون لخمسة مليون حسب نوع الضرر. نعم نعم. اذا تبعات الموضوع كثيره ولكن لها حلول. طيب الانشورنس شو بيتطلب منه علشان يتجنب هذه المشكله؟ ولا شيء. انشورنس البيت بتتصل فيهم تقول لهم انا ناوي ابدا بعمل بزنس، بقولوا لك انت الانشورنس عندك مثلا $50 بالشهر او $60 وريفر شو البزنس، حسب كل مدينة بيختلف الانشورنس سعر البيت. نعم. ممكن يزيدوا $20-$30 $40، هلا بتختلف من شركة لشركة. لكن في شيء ثاني اسمه بزنس انشورنس. نعم. البزنس انشورنس هذا هلا هذا نوع ثاني. هذا لا سمح الله واحد من اللي اشتروا منك تسمم او صار معه مشكلة، اتهمك انه هو تسمم، هات اثبت انه مش من اكلك، فهمتني كيف؟ بس هو شاري الاكل منك، فلازم تعمل هاي بسموها البزنس انشورنس، بحيث انه انت مثلا لا سمح الله بتقطع بشغلة اصبعك انجرح او صار في مشكلة، وقعت على رجلك هذي ما اشي، بدك تروح على المستشفى. طبعا العلاج مجاني، لكن الجلوس في المنزل اللي انت مش عم تشتغل ما حد حيعوضك اياه الا شركة الانشورنس اللي انت عملت عندهم بروفيشنال انشورنس. اها، فاذا هو بده محتاج انه يعمل كمان بزنس انشورنس علشان يغطي كل هذه الامور اللي ممكن تواجهه اثناء العمل. يعني لو صحيح. واحد تسمم مشكلة. طبعا مشكلة كبيرة. اول شغلة حيصير حيجيك الانسبكشن. بالضبط. يعني فهمتني كيف؟ اذا انت اصلا ما عندكش ريجستريشن، يعني المصيبة صارت دبل. بالضبط. يعني تخيل لو واحد مش عامل ريجستريشن ولا عامل تأمين ولا عامل ريجستريشن لشركة ولا عامل شيء، وفي حدا تسمم من الاكل تبعه واجا الانسبكتر شاف المكان وسأل شافه مش عامل اي شيء، هذا ممكن توصل غرامته لمليونين، مليون ونص، مليونين. يعني شوف هون لا تهاون بصحة الانسان، يعني مدام الموضوع وصل للصحة ما بتهاونوا فيه نهائيا. يعني يمكن ميكانيكي خرب عنده شغلة، اوكي، يمكن انت وياه يقول لك روح حلها بينك وبينه، الشرطة او الصحة ما تتدخل، حتى لانه الموضوع مش 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 كبير يعني لهي الدرجة. اما اذا في صحة بني ادم لا، الموضوع كتير خطير يعني. طيب في قاسم بيسأل عن اللي مستأجر بيت. احنا حكينا يا قاسم انه اللي مستأجر بيت كمان لازم يخبر صاحب البيت اذا بده يعمل فيه بزنس، وكمان التأمين اللي عامله على البيت بده يكون مخبر شركة التأمين شو بترتب عليه من زيادة على التأمين. وعادة عادة أي واحد مؤجر بيت ما بوافق لك، خاصة في الفود، يعني
الريسك تبع الحريق لا سمح الله او الريسك الهاي عالي كثير. يعني يقول لك والله انا بدي اسوي مثلا محاسبه او تاكس اوديتنج، بقول لك مش مشكله يعني مش حتزيد ولا تنقص منه، لكن الفود بزنس شويه شويه خطير يعني. صحيح صحيح. طيب اذا احنا بنحكي عن مجموعه اجراءات محتاج انه يعملها بجوز تكلفه 350 ل 500 دولار، لكن بتحميه من اي مشكله ممكن يقع فيها تكلفه مليون وفوق المليون دولار، اقلها ممكن تكلفه 50 دولار لو هو مش عامل اي غلط. صحيح. 50,000 دولار، وال 50,000 دولار هذول طبعا يعني لا يقارن ال 350 او ال 500 ب 50,000 دولار اللي ممكن يقع فيهم غرام. يعني هذه الشغلة مهمة جدا. أنا بس بدي أركز على كمان بالموضوع الانشورنس، إنه معظم البزنس انشورنس بغطي السرقة تبعت المعدات، لا سمح الله صار سرقة للمعدات، خاصة إذا اندستريال بيكون معداتها شوية غالية. يس بتغطي. يس بكاتب الأخت هون بزنس انشورنس 70 دولار بالشهر بغطي مليون دولار وبغطي 10,000 تغطية سرقة معدات. يس نعم الأخت هيفا. طيب أنا الآن إحنا أخذنا الإجراءات، طيب دكتور جمال الآن شو اللي بيمنع الناس إنها تمشي بالإجراءات الصحيحة؟ هل الزمن يعني كم بأخذ المدة هذه، مدة زمنية كل هذا الموضوع كم بيأخذ مدة زمنية؟ هل بيأخذ سنتين ثلاثة أربعة يعني؟ لا 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 لا، هلا قبل الكورونا الكاتبين على الويب سايت تبع أوتوا، بعرفش أنا مدن تانية يعني، المدن كل ما صغرت كل ما سهل الموضوع. نعم. الانسبكتر within 2 to 5 business days بيكون عندك. أوه. أوكي. الكورس أسبوع كامل بتخلصه إذا أنت بتدرسه بالوقت. هلا يمكن مع الكورونا شوي يعني ماكسيمم يمكن شهر زمان تكون أنت عامل كل المواضيع هاي. تعرف الآن عشان تحكي مع دكتورك عشان يكتب لك الهاي صار الوقت أطول، يعني خلينا نكون واقعيين يمكن كان شهر صار شهرين، بس هذا هو الموضوع يعني. صحيح. بعدين خليني أنا أحسبها، أي بزنس أنا بحكم خبرتي في المواضيع، إذا بدك تأسس بزنس بيأخذ منك تقريبا بس مجرد التأسيس بيأخذ منك تقريبا 6 شهور. هون إحنا بنحكي عن التجهيز مدته شهر زمن. إذا بدك تأسس أنت بيزنس يعني الانفستمنت اللي أنت بدك تحطها غالبا بتكون ما بين 5,000 و10,000، هذا في السمول بيزنس بنحكي طبعا. هون أنت عمالك بتحكي عن انفستمنت عمالك بتحطه بهاي الإجراءات، بحكي عن السيرتيفيكت وعلى الكورس لا يتجاوز 500 دولار. طبعا المعدات والأمور الأخرى الضرورية اللازمة هذه ما بدنا نتجاهلها كمان، بس مقابل انك انت تريح راسك وانك تشتغل بامان وانك تشتغل صح، وانه بعد ذلك لما بتشتغل صح بتوزع وبتشتغل وبتخاطب الكاستمرز وبتبدا تروج للبزنس تبعك بدون ما تخاف وبكل اريحيه وانت مرتاح. فشو اللي بيمنع يا دكتور جمال، شو اللي بيمنع الناس انها تمشي بهذا هذه الاجراءات اللي فعليا منطقيه وسهلة ومش مكلفة؟ أتوقع شغلتين. الشغلة الأولى الجهل بالقوانين، بتوقعوا إنه هذه الشغلات هتأخذ منهم آلاف الدولارات والحكومة هتبدأ تقص منهم تاكسز لما يقولوا مع السلامة، مع إنه صح راح تأخذ تاكس بس يمكن يرجعوا لهم أكتر تاكس من اللي أخذوه. وللعلم أي إشي بيشتروه برضو أكل وما أكل وبيدفعوا عليه تاكس، معظم الأكل ما بندفع عليه تاكس بس في شغلات بندفع عليها تاكس، اللي بندفع عليها تاكس البروسيسنج والشغلات هاي ممكن يعملوا لها كليم كمان ويرجعوا الـ HST والهاي. والشغلة الثانية I think الكسل، قال لك يا أخي ما حد كل بيشتغلك وما فيش مشكلة ويعني شو بده يصير، ما ربنا حامينا وعينم أي جارتنا لها 10 سنين بتشتغل ولا حدا عرف عنها. فأتوقع هدول الشغل، أنا أتوقع هدول الشغلتين ما بعرف إذا فيه. أنا بس بدي أحكي للناس اللي بيعتبروا إنه هذه الأمور سهلة وبيعتبرها إنه يعني شغلة مش كثير مهمة
أرواح الناس مش لعبة. يعني الناس اللي حطت هاي القوانين والناس اللي حطت هاي الإجراءات عملت هاي الإجراءات بعد دراسات، وعملت هاي الإجراءات بعد ما يعني مروا على تجارب كثيرة، وبعد ما انتبهوا لتفاصيل الإنسان العادي أو اللي بيشتغل لحاله مش منتبه لها. فهاي الإجراءات انحطت لحماية كل الناس. والله لو واحد بيتأذى إنه الإنسان حيحس بذنب داخله، إذا كان عنده ضمير هيحس بذنب داخله مدى الحياة مدى عمره. صحيح. تعرف دكتور جمال، أنا مرة كنت مع صديقي لي فبيحكي لي أنا في علي شهرين صيام. بحكي له شهرين صيام شوها؟ ولا بيحكي لي أنا قتلت واحد. بحكي له كيف قتلته؟ ولا بيحكي لي والله مش عمدا بغير قصد بالسيارة، وأنا بسوق بالسيارة دعسته وتوفي، أهله أسقطوا حقهم وعرفوا أنه الذنب مش مني، يعني أنا ما كنت مخطئ، وكان المكان اللي هو موجود فيه مكان يعني متداري مش مبين، وخرج فجأة منه على أمام السيارة وصار عملية الدهس وتوفي. تقولوا طيب، احكي لكن علي شهرين صيام، لأنه القتل غير العمد، غير العمد وبغير قصد، عليه صيام كفارة شهرين متتابعين. فأذية الإنسان حتى لو ما كنت قاصد، حتى لو ما كانش في نية للقتل، حتى شو ما كان، أنت من داخلك محتاج أنك تعيد تركيبة نفسك وتحس بأنك عملت شيء كبير. ولذلك إحنا في عنا كفارة حتى للقتل غير العمد اللي هو الصيام شهرين متتابعين، وإذا أخطأ في الصيام واحد بده يعيد الشهرين. فالموضوع يا جماعة، الموضوع هذه فيها نفوس، والنفوس التهاون فيها أمر يعني هنا يحتاج عقوبة. التهاون في النفوس هو اللي يحتاج عقوبة حقيقة. أكيد. وجزء العقوبة 50,000 لو نظرنا إلها لعمل بسيط نحكي حرام، 50,000 كثير، لكن لو فكرنا فيها في موضوع التهاون في نفس بشرية ممكن تتأذى بسبب عدم أخذ هذه الإجراءات، بجوز نحكي 50,000 قليلة. لو واحد ممن يخصونا، ابني، ابنك، حد يخصني، صديق، يتأذى أو تسمم بسبب عدم وجود هذه الإجراءات، أكيد ما راح نحكي إنه 50,000 هاي يعني إيش كثير، هنحكي إنها قليلة عادة. صحيح. يعني في أحد الأصدقاء كاتب إنه اللي بيلتزم بالقوانين في هاي البلد بيطلع خسران. أنا بدي أقول له مع احترامي لرأيك طبعاً، لو أنت محل السيدة هاي اللي اتصلت فيه قبل يومين والآن بتدفع 50,000 دولار، مين الخسران؟ يعني الخسران أكيد هي، لأن هي ما التزمت بالقوانين. اللي بيلتزم بالقوانين هون بيحمي حاله، يعني القوانين وضعت لحماية برضو صاحب العمل، يعني الانشورنس والشغلات هاي لحمايتك. زي ما حكينا لا سمح الله واحد عندك صار معه مشكلة، تقول له اوكي كليم تو ذا انشورنس، وهو يا شركة الانشورنس تتواصل معاه وبتخلص كل الموضوع. يس انا شوف بعد. صحيح صحيح. شوف احكي لك شيء دكتور جمال، يعني احيانا الانسان بيعلق تعليقات او بيصرح تصريحات او بيظن بامور انها بسيطة، لكن اذا اصابته بحس انها كبيرة جدا، وبصير يشكر القانون اللي بيحميه. والحقيقة انا هذه التجارب مرت فينا كثيرا، بس تسأل الشخص سؤال واحد، لو احتمال هذا الاحتمال اللي انعمل عشان القانون، لو هذا الاحتمال موجود 1% انه حيحدث، حتحكي خلي القانون موجود ولا حتحكي بدناش القانون؟ بيحكي لك مباشرة لا، خلي القانون موجود ويطبق بشدة وإحنا مستعدين نلتزم. صراحة فكرة إنه عند أرواح البشر ما في تهاون، هذه قضية مهمة جدا لازم نأخذها بعين الاعتبار، خاصة في الأكل. يعني الأكل بلا مؤاخذة يعني أمر يعني نفسي، فما بالك أنت نفسك لو بتروح عند واحد مطعم وبتصير تفكر 100 مرة شو بيسوي جوا المطبخ، يعني فما بالك بهوم بيزنس، انت لا شايف المطبخ ولا شايف المطعم ولا شايف ناس بتدخل وبتطلع، فاكيد لازم يكون عندك راحة نفس انك عم تطلب اكل من مكان نظيف. اكيد
احنا ما بنحكي ضد السمول بزنسز خاصه بالهوم، بالعكس في ناس وسيدات ورجال بطبخوا اكل لذيذ وبنشجعهم، لكن اجين القانون واضح والموضوع سهل، يعني مش صعب مش معقد، يعني ثلاث اربع خطوات بتكون جاهز. بالضبط بالضبط. طيب احنا تقريبا استنفذنا اللي حابين نحكي لأصدقائنا جميعا في هذه الحلقة، وبهمنا انه نحكي للناس العمل الأعمال كلها متاحة وموجودة، وأمامكم فرصة كبيرة انكم تشتغلوا، وإذا شاء واحد شاف انه هاي مينته هو قادر عليها وعنده ظروف معينة بتمنعه انه يطلع يعمل مطعم، ربما استئجار غالي جدا، خروج من بيته بجوز يكلفه شيء كثير، سواء انه يترك ابنائه او يترك المنزل ويخرج او لاي اسباب هو عنده، نحكي له ماشي القوانين هو راعت هاي الاسباب، لكن بالمقابل انت عليك انك تراعي هذه القوانين. اذا انت ما بدك تراعي هذه القوانين، القوانين لن تسمح لك ولن تقدر لك أسبابك وظروفك اللي أنت بتتحجج فيها، ولذلك هاي أمامك الطريق عليك أنك تسلكه. الناس اللي بيهتموا في المطبخ المنزلي كثر، إحنا ما منشجع زي ما حكى بعض الأصدقاء إنه منشجع أو ما منشجع، إحنا الماء لا منشجع ولا بنمنع، لا بنذم ولا بنمدح، إحنا بنحكي إنه في هذا قوانين، وإذا أنت مهتم بهذا العمل وشايفه إنه عمل مفيد بالنسبة لك، هذا الأمر في طرق أنت لازم تسلكها حتى تحمي نفسك وتحمي المجتمع وتحمي الآخرين من البزنس تبعك اللي انت بتعمله في مطبخك في البيت. طيب استاذ محمد انا بس سريعا بدي اورجي صفحة City of Ottawa، Ottawa Public Health، هاي الصفحة اللي بتحكي عن، شوفوا يا جماعة طبعا حاطين الصورة، الصورة اكبر من الشغلات اللي مطلوبة، هاي requirement food handling course بقول لك عنها، هون موجود لينك لها وحكيت لكم يمكن نص صفحه، وهي الشغله هاي البروسيجر شايفينه، الايكويبمنت والبيلدينج اللي حكينا عنهم والشغلات اللي مطلوبه، وهي الابلكيشن فورم وين تبعته. سلامة سلمك خلصت الصفحه، يعني مش معقد الموضوع نهائيا. بالضبط، يعني حرام حرام انه يكون لهالدرجه احنا من الكسل والتقاعس، واحنا بنتكلم عن بزنس احيانا بجوز يمتد لخمس وعشر سنوات، والبعض هو بزنس حياته هذا، ويكون مش عامل هاي الإجراءات حقيقة بيكون مقصر بحق نفسه وبيكون مقصر بحق المجتمع اللي هو بيعيش فيه. دكتور جمال بدي أشكرك شكرا جزيلا، دائما بتسعدني في لقاءاتي معك، وبشعر بمتعة اللقاء غير عن متعة المعلومة، فشكرا لك لحضورك معي في هذا الحلقة، وإن شاء الله إلى حلقات قادمة، فتفضل اختم بما تشاء. أنا عايز مرة تانية بحكي إنه شكرا للجميع وشكرا للاستماع لهذه الحلقة. القوانين قد تتغير بعد شهر شهرين ثلاث، الله أعلم بعد سنة، أنتوا تعرف القوانين تتغير، دائما تابعوا الببليك هيلث تبع المدينة اللي أنتوا بتكونوا تشتغلوا فيها، كل المعلومات موجودة غاد، المعلومات اللي حكيناها جهد شخصي، لا أنا ولا الأستاذ محمد مرينا خلال هاي المرحلة، فاجتهدنا حاولنا نقرأ عنها، إذا طلع منا صح فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى والحمد لله، وإن طلع خطأ فهو منا ومن الشيطان واستعوذ منه. إن شاء الله ربنا بعين الجميع على أنه يسلك الطريق الصحيح، وربنا يهدينا جميعا على أنه دائما نمشي بالصواب، والقانون حماية للجميع، وفي الأخير ما دام القانون هو يعني سيف على الجميع، على الجميع عليه أن يلتزم فيه، فمعنى ذلك ما بصير أنه نتجاوزه، وهذا كما قلنا حماية للشخص نفسه وحماية للمجتمع من أي إساءة، وبالتالي علينا أن نحترم هذا العمل اللي احنا بنقوم فيه ونعطيه حقه في ما يتطلب من إجراءات وقوانين. هيفا طلبت نحط الرابط في التعليقات، وإن شاء الله حنحط الرابط اللي فيه معلومات كاملة في التعليقات. هي في مدينة
انا هحطه بس تبع مدينه اوتاوا، يعني كل مدينه بيختلف، بس احنا حنحط مثال على مدينه اوتاوا، لكن كل مدينه اكيد حيكون في رابط مختلف له. وبامكانكم ان تعملوا سيرش على public health في المكان اللي انتم موجودين فيه، في السيتي اللي انتم موجودين فيها، وتشوفوا المعلومات كامله. اكرر شكري للدكتور جمال، والى لقاء في الحلقه القادمه. حنتكلم خلال السلسلة من الحلقات هذه عن الهوم بيزنسز المختلفة اللي بيتم عملها من البيزنس ما بين الأونلاين وما بين أعمال مختلفة، الأوفيس أيضا، أوفيس والمكاتب، العمل المكتبي وغيره. تفضل دكتور. بس في تعليق كان، كل مقاطعة بتختلف، كل مدينة تختلف، مش مقاطعة، كل مدينة. نعم. يعني حتى يمكن مدينة ميسيساغا القوانين تختلف عن مدينة تورونتو اللي هي اللي جنبها، فارجعوا للمدينة مش يعني. جميل، جميل جدا. استودعكم الله ونراكم في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء. سلام للدكتور.